العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: قل لماذا سمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمي؟ هل لأنه لا يقرأ ولا يكتب أم نسبة إلى مكة المكرمة وهي أم القرى؟ ويقول الله في محكم آياته: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أرجو الإفادة، بارك الله فيكم. قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين. الأميون هنا هم العرب، وكانوا يسمون أميون وذلك أن القراءة والكتابة كانت فيهم قليلة، وقيل أن النبي لما بعث لم يكن يعرف القراءة والكتابة إلا نحو في الجزيرة كلها إلا نحو 24 شهر، وقال النبي: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. لما أراد أن يعلم الناس أن شهر رمضان مر 29 ومر 30، في بعض الناس ما يعرف 29 يعني و30 يعني، فقال لهم النبي: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، دول كان 30 أو هكذا وهكذا وهكذا، وحجب إصبع يعني 26. ليش عمل لهم النبي بهالإشارة هذه؟ عشان اللي قاعد يعني خلاص يعرف منها. قال أبو ذر لما أعطي خراجه عد الفلوس عد، ثم قال: والله لا أعلم بعد الألف شيء، ألف عد ألف، بعدين قال: والله لا أعلم بعد الألف شيء. نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه معلم العالم، أرسله الله تبارك وتعالى ليعلم العالم كله، لم يكن يقرأ صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقرأ. قال الله تبارك وتعالى: كان هذا من سر عظمته سبحانه وتعالى ومن أدلة نبوته، كما قال الله تبارك وتعالى فيه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، قبله قبل نزول القرآن، ولا تخطه بيمين، إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون. وقالوا: هذا الرجال بيقرأ وبيكتب وقرأ الكلام، هذا قرأ فيه كتب يعني قديم مسالك وكذا. فهذا كونه لم يكن يقرأ ويكتب يصبح حجة عليهم أن هذا الرجل لم يقرأ ولم يكتب وأتى بهذا الكتاب من الله تبارك وتعالى حفظا. الله سبحانه وتعالى رفع على صدره، القرآن كان ينزل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وقرآنه تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه سمع. وكان القارئ جبريل يقرأ عليه، ثم إن علينا فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وكان إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في صلح الحديبية لما يعني جاء سهيل بن عمرو عشان يوقف يكتب الصلح، فالنبي أملى قال له: اكتب هذا ما عاد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: اشتب رسول الله. قال: لو نعلم انك رسول الله اتبعنا. فكان الذي يكتب كان علي بن ابي طالب الذي يكتب، وقال له امه: قال: والله لا امه. نعم هو اسمه. فقال له النبي: أرني، وريني وين هذه رسول الله. فأراه فمسحه النبي، النبي اللي مسحه. لما قال له: أرني، ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسول الله، هذا الكلام هذا النبي. فالنبي ظل إلى آخر حياته لم يقرأ ولم يكتب، ونقول هذا من دلائل نبوته وسر عظمته صلوات الله وسلامه عليه معلم العالم، وأوتي جوامع الكلم لا أصح منه لسانه، ما في احد افصح من النبي لسانا ولا اجمع منه كلاما، فقد اوتي جوامع الكلم وهو علم العالم،
كل العالم لأن تعليمه منه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.